معكم معكم وفاء من بيجو تخيفاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا، واليوم بغيت نقترح عليكم هاد لونسومبل ديال البنانه، يعني الناس كاملين تيعرفوه وشي حاجه اللي زويونه كتلبس ديال ديما. بالنسبه للونسومبل كتكون من لاشين بوندونتيف لي بوكل لاباك والغورمات ديالو، يعني لونسومبل كامل شي حاجه خطيره جدا، حتى الثمن ديالو مناسب. دابا غادي نشوفوا كل حاجه بوحدها باش يبان لينا لونسومبل مزيان. غنبداو بلاشين بوندونتيف. لاشين بوندونتيف على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم وباينه. فيها هنا حجيرات بيان سيرتي هكا، كنتمنى تكون باينه بالنسبه لكم. واللوك ديالها على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لاشين هي ديال نيلو، لاشين رقيقه ولكن الصح والعمل، يعني ما تنخافوش منها نهائيا. ودابا غادي نشوفوا لاباك. بالنسبه لاباك حتى هو على هذا الشكل هذا، في حجيرات بيان سيرتي كيبانوا لنا هنا، والمنظر ديال هذا اصلا الديكور ديال البنانه هو اصلا فيه الحجر اللي كيكون بيان سيرتي، هو اللي تيعطي واحد الجماليه في لونسومبل، كيعطي جماليه رائعه في لونسومبل، كيبقى كيبري مع الضوء. بالنسبه للشكل ديالو داير هكا من اللور، والطابع ديال الديوانه كاين هنايا، كنتمنى نقرب لكم باش يبان هكا، راه باين بالنسبه لكم. لاباك من الداخل ديالو على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نشوفوا لي بوكل. بالنسبه لي بوكل حتى هما على هذا الشكل هذا، نفس الديزاين اللي كاين فيهم، حيت اونصومبل كامل فيهم هنا حجيرات بيان سيغتي، يعني ما تنخافوش منهم. وفيهم هنا السداده ديال العمود، كدير لها هكا كتسمعي الطق باش كتعرفيها تسدات، وهكا من الداخل ديالها على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا الكورمات. بالنسبه للكورمات على هذا الشكل هذا، فيها حجيرات هنايا، هي سامبل، شي حاجه سامبل، فيها حجيرات بيض بيضين وبيان سيغتي، يعني ما كنخافوش منهم نهائيا. وفيها هاد الكورمات سلسله رقيقه ولكن صحيحه، شي حاجه اللي كتخليها متينه وديال ديما. دابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي